الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لجميع موتانا وموتى الحاضرين اللهم تب علينا قبل الموت وهون علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل الظلم والظالمين وأذل النفاق والمنافقين اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم اللهم إنهم مغلوبون فانتقم لهم اللهم داو جرحاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم إن اليهود قد تغوا وبغوا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جرحاهم
جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اهزمهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم اجعلنا ممن وفق إلى قيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا فيها من المغفورين، اللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار. يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.